امبارح كلنا قاعدين محدش فينا مدي اخوانا او حاجه وما نعرفش حتى ان الاتحاد الدولي مجتمع وفجاه راحوا خارجين بوم. هي دي اللي اتقال عليها فعلا قنبله مدويه بمشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم 2025 اللي هتعمل بنظامها الجديد خدت 32 فريق. زي ما يكون سبحان الله النجمه العشره دي ما خدتش حقها في الفرحه، كله كان بيقول لك بطوله ضعيفه ومش ضعيفه ومش عارف ايه، فربنا سبحانه وتعالى يعني حب يكافئ اللعيبه على مجهودهم فيها بمشاركتهم في كاس العالم اللي هتبقى اول نسخه منها سنه 25 بنظامها الجديد، علشان كده يبقى افضل بطولتين دوري ابطال في تاريخ البطوله كلها هيبقوا نسخه 2021 اللي الاهلي يعتبر شارك بها مرتين، مره كانت تقريبا في الامارات والمره الثانيه اللي هي هتبقى سنه 25، وبطوله السنه دي لان بطلها هيلعب كاس العالم في السعوديه اللي هو هيبقى اخر بطولة بالمسمى القديم او بالنظام القديم وهيلعب هيشارك برضه فيها ب 2000 في 2025. البس الحاجة اللي غريبة شوية في نظام البطولة دي وهي ان هم حطوا قانون ان مفيش اكثر من دولة، يعني فرقتين من دولة واحدة يشاركوا في البطولة دي. طب افرض مثلا اربع زي مثلا مصر اهلي وزمالك وبيراميدز وفيشر خدوا البطولة، طب ايه المشكلة يعني؟ فحتة ان انت حطيت قانون او شرط ما يشاركش اكتر من ناديين من دوله واحده، فافرض طيب جت 24 دي مثلا بيراميدز خد البطوله او فيتش خد البطوله، طب هو ذنبه ايه؟ ومن حقه يشارك، ايه هتخليه اللي بعدها كمان اربع خمس سنين؟ فشرط غريب شويه لسه مش عارفين هتمشي ازاي الامور، لكن من وجهه نظري بطوله كاس العالم دي بنظامها الجديد هتبقى وفاه قبل ميلاد بطوله السوبر الافريقي، لان كده انت ما حددتلهاش اللي هيشارك فيها هيعمل ايه. يعني دلوقتي انا وشاركت في السوبر الافريقي السوبر ليج هستفاد ايه؟ كده خلاص كاس العالم للانديه بقى معروف، الاربع ابطال على مدار الاربع مواسم هو اللي هيروح، ولو في بطل خدها مرتين هياخدوا حق اعلى تصنيف في الانديه ساعتها. فكده السوبر ليج ده لو انت عملته هيبقى يمكن فيه فلوس وخلاص، فلسه مش عارفين. بس انا وجهه نظري ان ده هيبقى يعني موت البطوله قبل ولادتها. نخش بقى حاجه تانية كانت برضو خارجه مع القرار بس محدش خد باله منها، وهي ان هم فرضوا على النادي الاهلي غرامه 140 الف فرنك سويسري بسبب شماريخ واحداث بعض شغب في المدرجات ساعه كاس العالم للانديه. بس في ناس بتقول ان تم اسقاط العقوبه وفي ناس بيقولوا نصها والكلام ده، فمش مهم، احنا خلينا في الخبر المهم والاحلى وهو اللي هيخلي في ناس عندهم يعني ايه حرقان وحموده لمده سنتين قدام. بصراحه كانت انا قعدت اربع ساعات عمال الف على الموقع كلها اتاكد من الخبر من صحته لحد ما لقيت ان كله مأكد، فالحمد لله. نخش بقى الحاجه الثانيه وهي عقاب مستر كولر. مستر كولر من يوم مباراه سان داونز ما اجتمعش باللعيبه خالص. شفت لما تبقى ساقط في الامتحان وابوك واخد جنب منك، نفس المنظر، ما اجتمعش مع اللعيبه خالص. يمكن بيتعامل مع اللعيبه البدله واللي ما شاركوش في المباراه باسلوب احسن شويه، انما كل اللعيبه اللي شاركوا في المباراه واخد منهم جنب خالص. لحد النهارده هم سافروا النهارده على الكاميرون ان شاء الله يوصلوا بالسلامه. فلحد اللحظه دي انا من وجهه نظري هو صح كده، اصل انت لو جيت تاني يوم قابلتك في التمرين وبتاع يا جماعه نعدي الحاره وماتش وعدى وبتاع وتنت وشك خلاص عدت، انما لما وصل لك ان انا مش طايقك خدت بالك وان انا زعلان قوي ومش ده رد ده اللي كان منتظر منك، لا هيخليك تراجع نفسك او هيخليك على الاقل يعني تحاول تصالحني وتصالح جماهيرك. لان يعني من وجهه نظري مباراه القطن الكاميروني مش مباراه فنيات خالص. النادي الاهلي لو ما كسبش المباراه دي هيبقى في حاجه غلط. انت باي تشكيل باي طريقه لعب لازم تكسبه. دي فرقه يعني مع احترامنا ليها حصلت المجموعه وده مش كلام، ده على ارض الواقع. فانت لو ما كسبتش القطن الكاميروني يبقى مش العيب ان القطن الكاميروني حلو، انت اللي هيبقى انت مش انت وصلت بقى لمستوى مزري خالص. ما في اي تشكيل باي طريقه لعب وقصاد القطن الكاميروني لازم تكسبه. فهو يمكن طريقته دي ايه؟ يمكن تخلي اللعيبه تحاول ان هي ان شاء الله تعيد حساباتها وترجع نفسها بسرعه. نخش على ايه؟ خبر ثالث وهو غيابات سان داونز. سان داونز امبارح طلع اما يعني مش شايف ناس يعني مش عارف ناس متفاجئه ليه؟ طلع قائمه بغياب 11 لاعب عن مواجهه الهلال السوداني. من ضمنهم سيرين.
سيرينو كان موسيماني هيموت عليه. سيرينو ده اصلا من اول الموسم يا اصابات يا اما مستبعد، بسبب ان هو كان خلاص عايز يجي النادي الاهلي، وكان ايام موسيماني كان عايز يجي، فهو شبه من اول الموسم ما بيشاركش اصلا، فهو من ضمن الغيابات دي. بقيه ال10 غيابات اللي هما باستثناء سيرينيو كلهم ناس ما بتشاركش. غير كده الناس اللي متابعين لفريق صن داونز، هو حتى بالصدفه يعني امبارح كان بيلعب وكسب 5 برضه بالمناسبه يعني. فهو ان اللعيبه دي يعني فريق صن داونز الفروقات مش كبيره بين اللعيبه الاساسي والاحتياطي، فحتى يعني حتى اللي جايين ما اعتقدش ان هم هيقلوا جوده عن اللي موجودين. فهو امبارح كان لعب في الدوري ويقال انه رايح بعض العناصر المهمه عنده وكسب 5. فده يوريك ان لعيبه بالمنظر ده ما اعتقدش ان هم هيروحوا يتغلبوا في السودان. يعني انا متوقع بفضل الله ان شاء الله احنا بالكتير تعادل، بس احنا نكسب ركن الكاميرون الاول. دي بقى نقطه. نخش بقى على النقطه اللي بعدها، وهي تحويل خالد علي للتحقيق. خالد علي اللي كلنا عارفينه، اللي هو الشاب المصري الاهلاوي اللي شغال في نادي صن داونز، تم احالته للتحقيق بسبب خروجه في الاعلام وادلاء بتصريحات ان هو ان احنا هنلعب مباراه الاهلي والسودان من غير تفويت والكلام ده. فنادي صن داونز معناه انت بتبرر ايه؟ احنا لا متهمين ولا في موضع اتهام عشان تطلع تبرر وتقول الكلام ده. يعني هو معناه زي انت طلعت تتكلم ليه في نقطه زي دي؟ احنا لا في نيتنا ولا هنعمل كده. وفريق زي ما احنا شايفين صلاه النبي ماشي وبيكسب 5 وبتاع، ما اعتقدش ان هو هيروح السودان حتى لو هو برايح بمين هيتغلب. تمام. تاني حاجه هم عينيهم على اول المجموعه، وحته يقول لك هم من مصلحتهم النادي الاهلي يخرج، بالعكس هو من مصلحه النادي الاهلي يكمل على الاقل. هيشيله ممكن يشيله كام فرقه من تقال من الناحيه الثانيه. النادي الاهلي لو خرج الموضوع على صن داونز هيتصعب مش هيتسهل. ليه؟ النادي الاهلي الناحيه الثانيه ممكن ايه، خرج له وداد، خرج له ترجي، خرج له مازيمبي، خرج اي فرقه من التقال. انما كده صن داونز لو بقى لوحده الناحيه الثانيه بقى فيها، مع احترامنا لكل الانديه طبعا، لو كل الانديه مستوى متقارب هيوصل له فرقه في النهائي، هيكون هو بقى تعب في سكته. يبقى هو يوصل النهائي بقى ويخرج فرق ويوصل الناحيه الثانيه، هتبقى الفرقه الثانيه برده مش ايه، ما وجدش صباص زي اللي هو واجهها، عكس النادي الاهلي. يعني حتى لو مثلا النادي الاهلي وصل قبل النهائي وخرج، الفرقه اللي هتوصل النهائي قدام صن داونز دي هتبقى ايه، اجهاد يعني مواجهه النادي الاهلي في مباراتين واخراجه من البطوله، اكيد هيبقى مجهدين، خارجين باصابات، خارجين بايقافات، فهتبقى مصلحه دي. فهو مش مصلحه، انا مش متفق خالص مع اللي بيقول لك هم من مصلحتهم النادي الاهلي يطلع دي، او هم هيعملوا على كده، ما اعتقدش يعني. واخر حاجه معانا النهارده، قرعه كاس الرابطه اللي حطت النادي الاهلي مع نادي المصري بورسعيدي. انا من وجهه نظري شايف ناس متضايقه وبتاع مش عارف ايه، يعني النادي الاهلي ممكن حتى لو شارك، حتى كولر ما يبقاش في العرس الجهاز الفني للمباراه من البطوله دي. انت سامي قمصان وتبعت معاه اي 11 لاعب باربعه او خمس التغييرات بتاعتهم وخلاص على كده وجرب. لان انا كمان مش يعني شايف توقيتها غريب برضه. يعني انت مخلص الدوري اولى، خلص الدوري وعندك كاس مصر القديم اللي النادي الاهلي هيلاعب فيه بيراميدز في النهائي، ولسه الجديد تمام، او على الاقل خالص تخلص الدوري بتاعنا في ميعاده. فانا مش عارف، وكانوا قايلين قبل كده من اول الموسم ان كاس الرابطه السنه دي اوف يعني مش هيتلعب، بس فجاه لقينا اتعمل واتعمل له قرعه وكل حاجه ما يجراش حاجه. فهو ايا كان الخصم اللي انت هتواجهه، ما اعتقدش ان الاهلي هيلعب يعني خاطر ويلعب بالاساسيين. فهنشوف الامور هتمشي ازاي الفتره الجايه، وان شاء الله اللعبة توصل بالسلامه للكاميرون، وبامر الله ربنا يكتب لنا الخير في المباراه القادمه ونكمل ان شاء الله. متفائل يعني، خلي عندنا كده امل وان شاء الله خير، نتفائل يعني خير. واحلى خبر يعني حتى سبحان الله ربنا بعت لنا زي فرحه في توقيت غريب، وهو مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وعشان الغريب يبقى يحفل كويس، ده طلع ورقه. يا ريت يحفله كتير، يمكن ربنا يكرمنا وياخدها. يلا، وده اللي كان عندنا النهارده. السلام عليكم.